السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا شباب، مقطعنا اليوم أماكن قطع فورت بايت، القطعة المفقودة 81 والقطعة 17. وقبل بداية مقطعنا يا شباب، أتمنى بكل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناة، أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس، وربي يسعدكم مع كل شيء. وطبعا شباب، اليوم بوريكم اماكن قطعتين من القطع المفقودة او قطع الفورت بايت، اللي هي قطعة 81 وقطعة 17. قطعة 81 بتكون على الجبل شباب فوق، طبعا المكان مثل ما تشوفوا بالخريطة الجبل اللي بجانب بارادايس. طبعا القطعة مرات تقدر تاخذها ومرات لا، هو على اكيد راح تاخذها، بس في شرط معين مكتوب عليها انه لازم تكون الدنيا صبح يعني نهار. مثل ما تشوفوا كيف السماء باللعبة حاليا، الشمس مو طالعة، فاتوقع هذه المشكلة. فكل عليك انك تستنى شوي حتى انه الدنيا تصبح او الشمس تطلع، وخليك بنفس القيامة وبعطوك اياها، فجأة بطلع من عندها صوت وهيك بتقدر تاخذها. فاذا ما اعطوك اياها على طول، كل عليك انك تستنى شوي، فجأة راح يعطوك اياها. وننتقل لمكان القطعة 17 شباب، راح تكون عند الينابيع الساخنة، بالتحديد المكان اللي حددته بتكون فوق البناء الخشبي اللي تشوفوه قدامكم على الزاوية اللي على اليمين. تنزل على الزاوية هذه على الطرف، اول واحدة اول ما تلمسها بتكسر الارضية، بتكون تحت الصندوق، تحت أرضية الصندوق. هذه القطعة رقم 17 شباب، ما فيها أي مشاكل، على طول بتاخذها. طبعا شباب، بالنسبة لقطع الفورت بايت اللي شرحتها بالمقاطع السابقة، بحط لكم رابط المقاطع بالوصف، وطبعا جنب كل رابط بكتب لكم رقم القطع اللي شرحتهم بالمقطع عشان تميزوا، عشان تدخلوا على الرابط اللي بتحتاجوه. وبس شباب، هيك وصلنا لنهاية مقطعنا، فأتمنى من كل شخص فيكم استفاد من المقطع إنه ينشره بكل مكان، وأتمنى إذا عجبكم المقطع لا تنسون من اللايك، واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك فيها، وفعل زر الجرس حتى توصلك إشعارات المقاطع اللي بنزلها أول بأول. ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.